من هنا يطل فجر الإبداع. من نافذة خيال صناع السينما في الجزائر. كمل روح امشي. حلم يحمل قادما أجمل، ولما لا إعادة أمجاد السينما الجزائرية بدعم من دولة تعتزم إنتاج 20 فيلما سنويا. رغم الصعوبة، صناع السينما يرفعون التحدي ويفتحون باب التنافس لتفجير الطاقات الكامنة. أعتقد أنه ممكن جدا أنه يعني يديروا 20 فيلم عادي، ما هوش حاجة كبيرة. يعني 20 فيلم لازم له إمكانيات، لازم له ميزانيات. أعتقد أنه هذا الشيء راح يسمح بلي يكون في تكوين، لأنه الإنتاج هو اللي حيسمح بالتكوين، وكان الناس اللي حيتكونوا على داخل الأفلام. هي قضية الميزانية تانية لازم تكون في المستوى، مش أفلام ذات جودة يعني تقنية ونوعية. يرى أهل السينما أن تجاوز عقبات البداية يحتاج إلى توفير 3 ركائز تقوم عليها السينما. كما تعرفي، رئيس الجمهورية دعا بمناسبة يوم الشهيد إلى كتابة التاريخ بالسينما، والأفلام التاريخية تستلزم وجود مدن سينمائية لإعادة يعني بناء ديكورات، يعني أمر مهم جدا باش ما نضطروش نلجؤوا إلى قاعة سينما، وذلك ما يتماشى مع إنتاجات 20 فيلم. الدعوة أيضا إلى عرض الأفلام المنتجة خلال 10 سنوات الأخيرة والتي لا يعرفها الجمهور الجزائري، وذلك ما سيحدث أيضا حركية في نفس السياق. الاتجاه إلى ورشات كتابة، يعني مثلا كتابة جماعية تقاد من طرف سكريبت دكتور عن طريق شباب، راح يخرجوا يعني دي ميرفاي في رأيي، حيخرجوا أمور جميلة جدا. قد تكون البداية صعبة، لكن التنافسية تفجر الطاقات ما دامت الدولة أعطت الضوء الأخضر لتمويل الإنتاجات السينمائية بإنتاج 20 فيلما سنويا. فهل سيتحقق الحلم؟